حملات تلقيح واسعة تستهدف الأطفال في سوريا تشهدها مدن وأرياف سوريا المحاصرة بمشاركة فرق تطوعية وأهلية وبمشاركة اليونيسف. كان أوسع الحملة التي أطلق فريق لقاح سوريا ضد مرض الحصبة والتي تنطلق الشهر الحالي في أرياف حلب وحمص وأيضا حماة. نعم، وكان فريق لقاح سوريا قد أنهى جولته الأولى نهاية الشهر الماضي ضد مرض شلل الأطفال. حول هذه الحملة وغيرها نتوقف في أهالينا لليوم في حديث عن أهمية لقاحات الأطفال والإمكانيات التنظيمية والمادية التي تمتلكها هذه الحملات لتشمل كل الأطفال في المناطق المحاصرة. لنشاهد معنا التقرير التالي. أطفال سوريا تحت القصف أو بجواره بلا تعليم أو مع بعضه في مدارسهم أو مشردون خارجها، مصابون أو ناجون، لكنهم قيمة الحياة ومستقبلها وشرط العمل لأجلهم، شرط أبدي لا تكتمل الحياة دونه. حملات تلقيح كثيرة انتشرت في المناطق المحررة لتغطي آلاف الأطفال المقيمين والنازحين ممن حرموا من الرعاية الصحية التقليدية. كان آخرها حملة فريق لقاح سوريا التي تستهدف 24 ألف طفل في جرابلس و56 ألفا في منطقة الباب. وبحسب الدكتور عمار العاني مسؤول الفريق في ريف حلب، فإن الحملة ستستهدف الشهر الحالي أرياف حلب وأدلب وحماة والساحل، وأن عدد المستفيدين منها سيصل إلى ريف حمص لوحده لنحو 32 ألف طفل. حملات التلقيح التي تشتمل دورياً ثلة من الأمراض الخطيرة كالسل والتهاب الكبد والكزاز والسعال الديكي واللقاح الخماسي والشلل العضلي والفموي تفتح الباب عريضاً للأسئلة عن قدرتها على تغطية كل الأطفال في المناطق المحاصرة وعن آليتها لضمان حصول الطفل الواحد على اللقاحات الضرورية عدا عن قدرتها التنظيمية. ألف الشباب المتطوعين وعشرات التجمعات والمنظمات يحاولون بجهودهم تغطية مناطق شاسعة من سوريا، وجهودهم ليست ببعيدة عن الإشراف المباشر أو التدريب أو تمويل المنظمة الدولية، حيث نالت جهودهم ترحيب الأهالي وامتنانهم، فبالنسبة لهم إن فشلت المنظمة الدولية في تجنيب أطفالهم هول الحرب التي يشنها النظام عليهم فلتكفل بعضهم بعضا من الرعاية الصحية ولو إلى حين. حياة مستلبة وأخرى معبأة في طعم هي حياة أطفال سوريا اليوم، حياة مشروطة ومؤقتة تركهم بها المجتمع الدولي، ولكنها رغم ذلك تستحق كل جهد لأنها حبلى بمستقبل سوريا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب الدكتور ياسر نجيب رئيس اللجنة التقنية في فريق لقاح سوريا. مساء الخير دكتور ياسر، تخبرنا أكثر عن حملة اللقاح الحالية ضد الحصبة. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. حملة الحصبة الحقيقة تم التخطيط لها من بضعة أشهر بسبب ظهور حالات عديدة من الحصبة، ونحن الآن نعيش وباء حصبة الحقيقة في الشمال السوري بدءا من دير الزور والحسكة والرقة وحلب وأدلب والحما واللاذقية. الاستعدادات كما قلت بدأت من بضعة أشهر، أطلقنا أول مرحلة للحملة في المناطق المتاحة لنا الممكنة الوصول في ريف حلب الغربي، والسبت القادم سنطلق باقي المراحل في باقي المناطق في الباب وجرابلس وأعزاز وكل محافظة أدلب وحما واللاذقية. هل هدول المناطق فقط أم يمكن أن تمتد لمناطق أخرى لاحقاً؟ ممكن أن نمتد إلى محافظة حمص، الريف المحاصر في محافظة حمص، لكن للأسف المناطق الأخرى حالياً غير متاحة لنا. نعم دكتور، كيف بتم بناء برنامج التلقيح من حيث اختيار نوعية المرض اللي بتستهدفه كل الحملة؟ الحقيقة القرارات تتخذ بناء على الدراسات الوبائية وترصد الأمراض المشمولة ببرنامج التلقيح. نحن مثل ما بتعرفوا رجع وباء شلل الأطفال لسوريا عام 2013، فمن ذاك الوقت حتى الآن نفذنا 18 حملة بلقاح شلل فموي. نعم. طيب يعني كان في لقاح شلل ضد شلل الأطفال وحاليا ضد الحصبة، عموما شو اللقاحات الأساسية اللي عم تشتغلوا عليها واللي يجب على كل طفل أنه ياخدها؟
هل تسمعني يا دكتور؟ دكتور ياسر؟ يبدو في مشكلة تقنية. طبعا نحن موضوعنا مثل نرجع نذكر حملة لقاح الحالية أطلق فريق لقاح سوريا حول ضد مرض الحصبة الشهر الماضي. بالمناسبة كان في حملة أيضا ضد شلل الأطفال، وكنا عم نحاول يعني نتعرف أكثر إذا كان في برنامج للقاح للأطفال في عموم مناطق اللي يستطيع فريق لقاح سوريا عموما العمل فيها. طبعا كذلك كان ضمن الحملات كان في مجالات توعية حتى للأطفال كيف بدهم يتداركوا المرض، الممكن الأعراض اللي ممكن أنها تصيبهم حتى ما يصيروا أنه يعدوا رفقاتهم. كان في حملات كذلك في عدة مدارس ضمن الحملات اللي قاموا فيها خلال شلل الأطفال. كمان بدنا نسأل، والموضوع الأهم اللي خرجوا الأطفال بالمناطق المحاصرة واللي خرجوا كذلك من الغوطة الشرقية، واللي هو الموضوع الأهم بالنسبة لموضوعنا، موضوع اللقاح شلل بعد حملة التفجير الواسعة اللي صارت في الغوطة، وعموما بسبب الظروف الصعبة يعني غير الصحية سواء بمراكز الإيواء أو بتأمين الخدمات العامة، في انتشار للأسف لأمراض كثيرة موجودة بعدة مناطق سورية. دكتور ياسر نرجع لك إذا كنا عم تسمعنا. نعم سامعك. كنت سألت أنه الشهر الماضي كان في حملة ضد شلل الأطفال والآن ضد الحصبة، هل في يعني ما هي اللقاحات الأساسية اللي يجب على كل طفل أنه ياخدها، وهل عم تعملوا على هذا الشيء؟ نحن مثل ما قلت لك بشأن وباء شلل الأطفال نفذنا حتى الآن 18 جولة من عام 2014 حتى الآن، نفذنا هاي تاني حملة ضد الحصبة، وأيضا نفذنا ثلاث حملات عام 2016 متعددة اللقاحات، شملنا فيها كل اللقاحات اللازمة للأطفال، لقاح السل، لقاح التهاب الكبد، لقاح الخماسي اللي بيتضمن الكوزاز والدفتريا والسعال الديكي والمستدمي النزلية والتهاب الكبد الباقي. دكتور إضافة للقاحات MMR اللي هي الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والشلل الفموي والشلل العضلي. نعم دكتور، ضمن الحملة بيكون في مجموعة من اللقاحات، يا ترى إذا أحد الأطفال ما أخذ اللقاحات اللي قبل مثلا تخلف عنها، يا ترى رح يقدر يكمل باللقاحات الباقية ولا لازم يرجع للبرنامج الأول بحملة اللقاحات؟ لا طبعا الحملات اللقاح تنفذ بغض النظر عن ما سبق عن اللقاحات السابقة، من باب أولى الطفل متأخر عن أخذ اللقاحات من باب أولى أنه ياخذ لقاحات اثناء الحملات. نعم. طيب دكتور، يعني الحمله الحاليه ضد الحصبه هل في مراكز محدده لازم يراجعوها الاهالي او عم يتم زياره البيوت او كيف؟ حمله الحصبه تنفذ بمراكز تلقيح او مواقع تلقيح ثابته مؤقته، نحن عندنا بحدود 800 فريق تلقيح منتشره في الاماكن في اماكن التنفيذ، كل قريه سيتم زيارتها من قبل فرق التلقيح. مدة بقاء الفريق في القرية يتوقف على عدد الأطفال المستهدفين في هذه القرية، قد يمتد من يوم إلى 10 أيام، مدة الحملة كاملة 10 أيام. في المدن الكبيرة هناك أكثر من فريق في أكثر من موقع، وهناك حملة دعائية كبيرة، والأمهات والآباء سيعرفون أماكن تواجد الفرق. نعم. من خلال حملة الدعاية التي تسبق تنفيذ الحملة وترافقها. دكتور، برنامج التلقيح لكل الأطفال متماثل أم هناك اختلاف؟ لا متماثل، اللقاحات لكل الأطفال متاحة للجميع بعدالة وبمجانية مطلقة. طبعا نحن في فريق لقاح سوريا أطلقنا برنامج التلقيح الروتيني في آذار العام الماضي، حاليا عندنا 69 مركز تلقيح شغال، مراكز ثابتة، وينطلق منها أيضا فرق تلقيح جوالي تزور القرى بشكل روتيني. كل قرية ينبغي أن يزورها فريق التلقيح مرة كل شهر أو أكثر. وكيف يتم انتقاء الكوادر العاملة في والمشتركة في هذه الحملات؟ الكوادر هي تنتقى وفق اختبارات معينة، هو يعني ممرضات وممرضين بشهادة خريجين مدارس التمريض أو كليات التمريض، يفضل من لديه خبرة سابقة ببرنامج التلقيح الروتيني، يخضعون لاختبارات، يتم اختيار الأفضل، ثم يتم تدريبهم تدريب كامل لمدة 5 أيام، ثم ينطلقوا إلى العمل. دكتور، من الناحية الإجرائية هل هناك بعض اللقاحات اللي بتحتاج إجراءات طبية قبلها؟
في بالأثناء التدريب يتم تدريب الممرضات على استبعاد بعض الحالات القليل النادرة أو التي يوصي طبيب الأطفال بعدم التلقيح. يتم أخذ احتياطات معينة قبل تلقيح هؤلاء الأطفال، وهي حالات قليلة جدا ونادرة. طيب. عموما لا يوجد مضادات استطباب إلا قليلة جدا. في حال طفل فاته يعني الحصول على أحد اللقاحات، هل بيكمل بالبرنامج ولا لازم يعني يستكمل اللقاحات بالترتيب؟ الطفل المتأخر عن أخذ اللقاحات، ومثل ما بتعرف برنامج التلقيح توقف في المناطق الشمالية من سوريا من عام 2012. برنامجنا الآن يحاول استدراك ما يمكن استدراكه للأطفال ما دون 5 سنوات. الطفل المتأخر عن أخذ اللقاحات له برنامج خاص لإعطاء كافة اللقاحات ضمن فترة أقصر من البرنامج الروتيني العادي. الخطوات التنظيمية اللي عم تقوموا فيها عند القيام بحملات التلقيح، بس تشرح لنا شوي عنها دكتور. الحقيقة على الأرض في الداخل السوري مديريات الصحة في المحافظات تقوم ب يعني زج الممرضين واستدعائهم ووضعهم في قوائم تنظيم العملية. هناك عندنا مناطق صحية، عندنا في كل منطقة صحية مراكز تلقيح، ولكل مركز تلقيحي مشرف وكادر إداري للحملة، وهناك مشرفين ميدانيين، وهناك فرق تلقيح كما شرحت قبل قليل تنتشر وفق خطة معينة. يتم تدريب الكوادر قبل كل حملة، يتم وضع دليل تدريبي للحملة، يتم تدريب الكوادر عليها، ثم تبدأ الحملة التوعية الصحية، وثم تبدأ الحملة. طيب يعني الظروف بسوريا بنعرف انه هي ظروف استثنائية وفي ظروف غير صحية بكثير من مناطق، هل في امراض تستدعي اجراءات طارئة او يعني حملات تلقيح لازم يتم العمل عليها بشكل مكثف اكثر؟ مثل ما قلت لك استاذ انه نحن عندنا المرضين حاليا المخلطين بالنسبة لنا مرض شلل الاطفال ومرض الحصبة، ويتم الاستجابة لهذا الوضع الوبائي بتنفيذ بتدعيم او تقوية برنامج التلقيح الروتيني ونشره في كل المدن والأرياف، وتنفيذ حملات إضافية بلقاح شلل الأطفال الفمويو، شلل الأطفال العضلي، ولقاح الام ار الحصبة والحصبة الألمانية. شاهدنا أو سمعنا سابقا أنه دائما حملات التلقيح بيكون فيها جزء من الثقافة التوعوية، هاي الحملات اللي عم تقوموا فيها تحمل شيء من الحملات التوعوية؟ طبعا كما قلت يسبق أي حملة نشاط لمدة أسبوع قبل الحملة، يتم تعليق لافتات، يتم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، يتم استعمال سيارات جوالة مع مكبرات صوت، يتم استعمال الاستعانة بخطباء المساجد والمجالس المحلية في المدن والقرى والمدارس، وأي وسيلة متاحة لإيصال المعلومات اللازمة للأهل عن فائدة اللقاح ونوعية اللقاح والفئة العمرية المستهدفة وأماكن تواجد الفرق، أو هل تكون الحملة من بيت إلى بيت، يتم إخبار الأهل بهذا الأمر وتنفذ الحملة بعد ذلك. لأي درجة عم بيكون في استيعاب من الأهالي وكذلك الأطفال بالحملات التوعوية اللي عم تقوموا فيها؟ الحقيقة نحن في عنا فريق مراقب محايد بيراقب العمل وبيقيم لنا العمل في الداخل وبيعطينا مؤشرات رقمية عن العمل. الحقيقة المعرفة جيدة جدا والإقبال جيد جدا. مثل ما تفضلتوا آخر حملة شلل الأطفال نفذناها بالشهر الماضي كانت نسبة التغطية ممتازة، وأيضا المراقب المحايد عطانا نسبة تغطية ممتازة 91%. نعم. الدور اللي بتقوم فيه المنظمات الدولية خاصة اليونيسف بهي الحملات؟ نحن فريق لقاح سوريا يتعاون مع المنظمتين الأساسيات الراعيات للقطاع الصحي اللي هن الصحة العالمية واليونيسف. الصحة العالمية تقدم الدعم التقني، واليونيسف تقدم دعم التوعية الصحية، برامج التوعية الصحية، وتقدم اللقاحات المعتمدة من قبل الصحة العالمية من مصادر معتمدة عالميا. دكتور، الحملات اللي عم بتقوموا فيها يا ترى هل تشمل أطفال الغوطة أو كذلك المناطق المحاصرة التي تواجد فيها أطفالهم بحاجة لتلك اللقاحات؟ نعم، نحن نستهدف المنطقة المحاصرة في ريف حمص الشمالي، أما الغوطة لم نستطع الوصول إليها للأسف سابقا،
عندما وصل أخوتنا المهاجرين من الغوطة إلى الريف الشمالي كنا على أهبة الاستعداد وجهزنا 10 فرق تلقيح في منطقة قلعة المضيق. تم تلقيح كل الأطفال في قلعة المضيق ضد شلل الأطفال الفموي، لقحنا يعني أكثر من 12,000 طفل، وأيضا استهدفنا الأطفال بأماكن الإيواء بلقاحات الروتينية عموما ما دون 5 سنوات، واستهدفنا الأطفال من 5 إلى 15 سنة بلقاح الـMR بهذه الأماكن الإيواء المؤقتة للأخوة المهاجرين من الغوطة. وأيضا هم مستهدفون، وكل الأهل القادمين من الغوطة مدعوون لتلقيح أطفالهم في مراكز التلقيح الروتيني المنتشرة في كل أرياف إدلب وحلب الغربي والجنوبي والشمالي وحماة. أيضا مراكز التلقيح عددها 69 مركز موجودة في المدن الكبيرة والبلدات الكبيرة. شو النصائح اللي بتوجهها للأهل بخصوص أطفالهم بخصوص موضوع اللقاحات؟ أنا أرجو من الأهل يهتموا بتلقيح أطفالهم. نحن نعرف في عنا وعي صحي جيد عند الأمهات والآباء، لكن نؤكد على أنه ما يتأخروا ما ينسوا استكمال جرعات أبنائهم. الإسراع في تلقيح الطفل أسرع ما يمكن بعد الولادة، استكمال التلقيحات وفق البرنامج المحدد وتنفيذ توصيات ممرضة التلقيح، العودة إلى مركز اللقاح بعد شهر بعد شهرين كما توصي الممرضة، والاحتفاظ ببطاقة اللقاح والعودة إلى مراكز التلقيح لاستكمال التلقيحات. دكتور ياسر نجيب رئيس اللجنة التقنية في فريق لقاح سوريا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا لمشاركتك معنا، ونتمنى طبعا لكم التوفيق في حملاتكم القادمة. شكرا جزيلا لك. نتمنى السلامة طبعا والصحة لكل الأطفال بسوريا، ونتمنى السلامة لأهلنا أكيد بدوما. لهون نكون أنهينا حلقتنا من لم الشمل، منشوفكم بخير، إلى اللقاء.